شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العلي العظيم. لعل أكثر البشر لا يؤمنون بالله، أكثرهم لا يؤمنون، فالذين يؤمنون بالله لعلهم يكونون أقلية، وهذه الأقلية التي تعيش ضمن هذه الأكثرية أكثرهم ضالون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالهدى يمثل أقلية في أقلية، بينما الضلال يمثل أكثرية في أكثرية، أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يعقلون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في الضلال عن خط الله سبحانه وتعالى هنالك بحثان. البحث الأول بحث في الآثار الوضعية للضلال. الضلال بمختلف أشكاله، بمختلف أنواعه، ضلال عقائدي، ضلال عملي، بمختلف أنواع الضلال، الضلال له آثار وضعية. ما هي الآثار الوضعية؟ الآثار الوضعية آثار تترتب على ذات الشيء. يعني عندما يوجد هذا الشيء بعيداً عن كل الملابسات، بعيداً عن أي لحاظ آخر، هذا الشيء يولد هذه الآثار. الذي عمل هذا الشيء يكون عالماً
لا يهم، يكون جاهلا لا يهم، جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، عالم بالحكم والموضوع، لا يفرق في ذلك. هذه النتيجة تترتب قهرا على هذه المقدمة. هذه الآثار تسمى بالآثار الوضعية. الضلال له آثار وضعية. إذا واحد لا يعرف أن النار محرقة وألقى يده في النار، يده تحترق، يعلم ذلك أو لا يعلم ذلك؟ يشعر بذلك أو لا يشعر بذلك؟ مثل بعض أقسام الشلل حيث لا يشعر بحرارة النار، لا يهم ذلك. هذا الأثر يترتب على هذا العمل. الضلال أيضا له آثار وضعية. لقمة الحرام، علمت أو لم تعلم؟ واحد ما يعلم أن اللحم المجلوب من البلاد الأجنبية اللي مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، هذا اللحم محرم. الكتابة مو حجة من الناحية الشرعية. أنت تقطع بأن هذا اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ عندك قطع؟ عندك يقين؟ إذا ما عندك قطع، هذا اللحم محرم. واحد يعرف هذا الحكم أو لا يعرف هذا الحكم، إذا أكل هذا اللحم الحرام، هذا اللحم الحرام إلى آثار وضعية. أثر الذنب، أثر المعصية، أثر الضلال، البعد عن ساحة الله، البعد عن الفيض الإلهي، انحطاط النفس، دناءة النفس، تلوث الروح. هذه الروح تكون روح ملوثة، يعلم أو لا يعلم، لا يفرق في ذلك. السمك الذي يأتي من البلاد الأجنبية، تعلم أنه مات خارج الماء بسبب اصطياد الإنسان؟ تعلم؟ عندك علم بأن الكافر ألقى شبكة في الماء واستخرج السمك حياً والسمك مات خارج الماء؟ عندك علم بذلك؟ الأغلبية هكذا، الأغلبية لا تجدي. الغلبة مو حجة من الناحية الشرعية. لازم تقطع أن هذه السمكة الجزئية اللي هي أمامك ماتت خارج الماء بالصيد، ما عنده علم بذلك، لا يعرف الحكم الشرعي. أكل هذه السمكة، هذا الأكل يولد آثاره القهرية. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خاطب أهل الكوفة، قال: ملئت بطونكم من الحرام. لا يفرق أن يعلم أو لا يعلم، البطن المملوء بالحرام. المال الذي فيه حق الله وحق الناس، من يأكل ذلك؟ هذا إلى آثار وضعية. الآثار الوضعية كما قلنا الحرمان من الفيض الإلهي، تلوث الروح، انحطاط الروح، الطرد عن ساحة الحق. عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني شنو؟ يعني مطرود من ساحة الحق.
هذا الإنسان الذي يأكل الحرام بمختلف أنواع الحرام مطرود عن ساحة الله. هذا هو البحث الأول، أن الضلال، الانحراف، الحرام له آثار وضعية. البحث الثاني، بحث في المؤاخذة القانونية. أكو مؤاخذة قانونية؟ هؤلاء الجاهلون، هؤلاء البعداء، هؤلاء الذين لا يعرفون الحق، هل هنالك مؤاخذة قانونية تجاههم؟ أكو عندنا قاعدة، القاعدة تقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. واحد فوق السطح في عمارة من 10 طوابق ألقى بنفسه من فوق، الجاذبية الأرضية تجذبه إلى أسفل، هذا عندما ألقى بنفسه من فوق بعد يتمكن يحفظ نفسه؟ لا، بعد هذا أسير قانون الجاذبية. العلماء يقولون حتى بعد خطاب ما إله الله بعد ما يقول له لا تلقي بنفسك إلى الأرض، لأن بعد ما يقدر، الخطاب ينقطع بعد تكليف ماكو، بمجرد ما ألقى بنفسه زين هذا عمل اختياري؟ لا، يوقع على الأرض قهرا والأرض تهشمه، يتحطم. هذا معاقب لو مو معاقب؟ أكو عليه مؤاخذة قانونية لو ماكو عليه مؤاخذة قانونية؟ أكو عليه، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ليش ألقيت بنفسك؟ صحيح أن النتيجة ما كانت بيدك، ولكن لماذا مهدت لهذه المقدمة؟ الإنسان الجاهل الذي لا يعلم الحق، والذي لا يعرف الحق، والذي لا يعرف الحكم، يقول يا الله ما كنت أعرف، ما كنت أعلم. الله يقول له تعلم لو ما تعلم؟ إذا تعلم لماذا انحرفت عن خط الله؟ وإذا ما تعلم هل لا تعلمت؟ فلله الحجة البالغة، هذه هي الحجة البالغة. تعلم لو ما تعلم؟ إذا تعلم ليش ما عملت بعلمك؟ وإذا ما تعلم لماذا ما تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ استغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. نوح عندما كان صلوات الله وسلامه عليه يأتي، كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون كلام، ويضعون ثوبهم على وجهه حتى لا ينظروا إليه. هؤلاء معذورون؟ ليش ما سمعت؟ ليش ما تعلمت؟ لماذا وضعت يدك في أذنك؟ لا عذر. ولذلك يوم القيامة الحجة تامة على واحد من آحاد المكلفين. إحنا عندما نراجع تاريخنا، تاريخ علي صلوات الله وسلامه عليه، تاريخ الإمام المجتبى، تاريخ الإمام الحسين صلوات الله عليه، إحدى المسائل المهمة مسألة الجهل، ما يعرفون. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع الخوارج، راجعوا كتب التاريخ، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، لا تقاتلوهم. بس ليش؟ هذا بحث آخر. فإن من طلب الحق
فأخطأه ليس كمن قصد الباطل فوجده. معاوية قصد الباطل فوجده، ولكن الخوارج غالبا أو كثير منهم طلبوا الحق فأخطأوه. ما كان يعرف، يتصور أن هذا العمل يقربه إلى الله، ولكن هذا مقصر في المقدمات، هذا مؤاخذ من الناحية الشرعية. في سفينة البحار المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه يقول في إحدى هذه الحروب طعن رجل أحد الخوارج، واحد من المعسكر الآخر طعن برمح، أدخل الرمح في بطن هذا الخارجي. واحد إذا شوية يصير نزيف منه بعد ما يتمكن يمشي، ولكنه يقول هذا الرجل أخذ هذا الرمح وأخرجه من بطنه والدماء تسيل منه، ومشى إلى قاتله وهو يقول وعجلت. منو يقول؟ هذا الخارجي اللي يقول إن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا كافر، اللي يقول بأن عليا صلوات الله عليه هذا خارج عن الدين، وهو يقرأ وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك، مشى إلى قاتله فقتله ثم وقع ميتا. هؤلاء كانوا الخوارج، ولكن لا عذر. ليش؟ لأن تقصير أكو في المقدمات. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون بعدي فتنة؟ الرسول كان ينظر ستكون بعدي فتنة، فتمسكوا فيها بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ما سمعوا هذه الأحاديث، ما وعوا هذه الأحاديث، ما شاهدوا رسول الله، ما قرأوا قول الله وأنفسنا وأنفسكم في قضية كربلاء. الإمام صلوات الله عليه يروى عنه أنه قال ازدلف إليه 30,000 يتقربون إلى الله بقتل دمه أو بسفك دمه. هذا هو الحجة، هذا هو الإمام. إحنا شنو هدفنا في الحياة؟ إحنا نعيش في هذه الحياة 80 عام، نحن هدفنا براءة الذمة أمام الله. الله يوم القيامة يسألنا ماذا عملت، نقول يا الله عملنا بالحجة، الحجة التي نصبتها اتبعنا هذه الحجة. من هي الحجة؟ سفينة نوح، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ومن بعد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يمثلهم الفقهاء المراجع، مراجع التقليد، ذول الحج. يوم القيامة يؤتى بالمكلف أمام الله تعالى، ليش عملت هذا العمل؟ الإمام الصادق قال هذا العمل. لماذا عملت هذا العمل؟ مرجع التقليد هو الذي قال ذلك. أنا ذمتي بريئة أمام الله لأني عملت بالحجة. ولكن إذا واحد ما عمل بالحجة، ما اتبع الحجة التي نصبها الله، ما إلى جواب أمام الله. لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا عملت هذا العمل؟ ما إلى جواب أمام الله. الإمام الحسين حجة الله، علي صلوات الله عليه حجة الله، لكن تعال شوف الموقف، هذا مو موقف تاريخي، هذا موقف يتكرر في كل يوم. الربيع، بعض يقولون عندنا ربيعان، مو ربيع واحد
ومو معلوم هذا يا ربيع الربيع بن خثيم، هذا اللي مدفون في مشهد مو معلوم ياهو منهم. أكو هنالك اشتراك في الأسماء التاريخية، هسه واحد اسمه الربيع بن خثيم هذا اللي مدفون في مشهد أو واحد آخر لا نعلم بالدقة. علي صلوات الله عليه حجة الله، وقع القتال، زين تعال قاتل، الآن وقت القتال، وقت الجهاد في سبيل الله، يجب أن يقاتل لأن إمام زمانه قال يجب أن تقاتل. ولكن يأتي الربيع إلى علي صلوات الله وسلامه عليه ومعه 400 رجل يقولون يا علي إنا شككنا في أمر هذا القتال، هذا مو الحجة، هذا مو إمام، هذا مو من نصبه الرسول صلى الله عليه وآله، شككنا في أمر هذا القتال، كيف نقاتل؟ لا نريد أن نقاتل. هذا من اللي يقول هذا الكلام؟ إحنا ليش نقرأ في الزيارة أنك مضيت على بصيرة من أمرك؟ في زيارة العباس صلوات الله عليه صاحب هذا اليوم بصيرة، أولئك قالوا نقاتل أصحاب البصائر، الإنسان المؤمن لازم تكون عنده بصيرة، إذا عنده بصيرة يكون ثابت لا يجر يمينا وشمالا، يسير على جادة الحق. مضيت على بصيرة من أمرك، أصحاب البصائر عمار بن ياسر ما قال إنا شككنا في أمر هذا القتال، ولكن الربيع بن خثيم يقول إنا شككنا في أمر هذا القتال، وراح إلى جانب يعبد الله. هذه هي العبادة، أو العبادة أن تسير على خطى إمام زمانك. انسحبوا، دارت الأيام، أشياء عجيبة كاتبين في تاريخه، يقال في تاريخه إنه لم يضحك، ما كان يضحك أبدا، ما كان يبتسم إطلاقا. ابنة قالت له يا أبه ليش ما تبتسم؟ قال إني لا أضحك من خوف ليلة ومن خوف يوم. قالت ما هي تلك الليلة وما هي ذلك اليوم، ما هو ذلك اليوم؟ قال الربيع عما تلك الليلة فهي ليلة الأولى في القبر، ماذا أجيب ربي؟ وأما اليوم فهو يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقولون 40 سنة ما كان يضحك. حدثت قضية كربلاء، حبيب ابن مظاهر إنك كنت رجلا فقيها، نقرأ في التاريخ تقرأ القرآن في ليلة واحدة، عابد وفقيه. المهم الإنسان يكون فقيه، فقيه مو يعني مرجع تقليد، يعني يفهم الدين، الفقه يعني الفهم العميق للدين، هذا هو المهم. حبيب ابن مظاهر، ولكن الربيع لا يأتي لنصرة إمام زمانه، قعد في الكوفة، الإمام خلي يروح يقتل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بعدين بعد ما قتل الحسين صلوات الله عليه وأصحابه جاءوا بالرؤوس إلى الكوفة، فرأى الرؤوس وقال 3 كلمات، قال أتوا بها معلقيها، هذا هو
أتوا بالرؤوس معلقيها على الرماح. يعني ليش سووا هذا العمل؟ هو بعدين تندم ليش تكلم هاي الكلمات الثلاث. هذا هو، هذا حبيب الذي ربح الدنيا والآخرة، وهذا خثيم، وهذا موقفه، هذا نتيجة الفقه، وهذه نتيجة عدم الفقه. الإنسان الذي له فقه لا يكون أتباع كل ناعق ويميل مع كل ريح، وإنما يكون ثابتا في الحق. هذه هي المواقف المتناقضة، وهذه هي الخلفيات المتناقضة. الحقيقة أن هذه المشكلة مشكلة الجهل ومشكلة عدم المعرفة، مو فقط مسؤولة عن تلك المواقف في ذلك الوقت، وإنما إلى هذا اليوم. كم من البشر يعرفون الحسين صلوات الله عليه كإمام مفترض الطاعة؟ كم واحد يعرفه؟ أغلب البشر لا يعرفون الحسين صلوات الله عليه، ولو عرفوا الحسين لاتبعوا الحسين أغلبهم. الانحراف قد يعبر عن مشكلة نفسية، ولكن غالبا يعبر عن مشكلة فكرية. لا يعرف، والناس أعداء ما جهلوا. إذا كانوا يعرفون حقيقة الحسين، إذا كلمة الحسين وصلت إليهم، إذا كانت عندنا مراكز وحسينيات وكتب بالمستوى المطلوب، لا جاءوا إلى الحسين زرافات ووحدانا. لاحظوا تأثير الكلمة. معاوية معروف، ويزيد معروف. يزيد هذا الرجل الذي صنع ما صنع مما لا يحتاج إلى بيان، ولكن مثل هذه الشجرة الخبيثة نقرأ في الزيارة: اللهم لعن بني أمية قاطبة. يعني أصلا عائلة شريرة، عائلة خبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، شجرة خبيثة، عائلة خبيثة، يعني ماكو منهم واحد زين. ولكن رغم كل ذلك ترى أنه عندما تبلغ كلمة الحق ويزاح الجهل، ابن هذا يزيد، ابن يزيد من هو؟ معاوية. معاوية ابن يزيد ابن معاوية. ابن هذا الرجل عندما يموت يزيد، 3 سنوات عاش، في السنة الأولى قتل الحسين صلوات الله عليه، وفي إحدى السنتين هدم الكعبة، وفي إحدى السنتين الباقيتين أباح المدينة. الجند هجموا على المدينة واستحلوا كل حرام. الجيش عندما يهجم في بلد شو يسوي في ذلك البلد؟ ابنه بعد ما مات أبوه صعد فوق المنبر وقال: أيها الناس، لعن الله يزيد. يزيد هو الغاصب للخلافة، وهذا مو مكاني، هذا مكان علي بن الحسين صلوات الله عليه. روحوا إلى المدينة وبايعوا علي بن الحسين، فهو الخليفة. إحنا غصبنا حقهم، إحنا ظلمناهم. سهل هذا الكلام؟ واحد يتخلى عن ذلك الملك العريض في لحظات. أجوا بني أمية، أخذوه، حاصروه، حققوا لي شنو خلفية هذه القضية. تبين أن هذا الشخص إلى معلم، هذا دور المعلم. المعلم هواي إلى دور، الأب هواي إلى دور، الآباء لازم يلقنون أبنائهم من الآن حب الحسين،
هذا الابن والبنت يجب أن يخرجوا حسينيين، تكلم معهم، أنقل لهم القضايا، لا تعرفهم هالشكل. هذا الابن لعله إذا خرج حسينيا أبناؤه إلى يوم القيامة يكونون حسينيين، وإذا تركته وما اعتنيت به يروح، وإلى يوم القيامة لعل أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده يخرجون يزيديين. المعلم لقنه حب أمير المؤمنين وحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كان الأثار. بني أمية أخذوا هذا المعلم واسم عمر المقصوص، أخذوا هذا المعلم وحفروا له حفيرة وألقوه في الحفيرة وذبوا عليه التراب ودفنوه حيا. هذا أحد شهداء الحسين صلوات الله عليه، أحد الشهداء في طريق الحسين. وثم قتلوا معاوية أيضا ابن يزيد. يعني حقيقة إذا الكلمة وصلت تؤثر الإنسان بقدر إمكانه. الآن أغلب البشر ظلوا عن هذا، ونحن بحمد الله مهتدون، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل واحد بقدر إمكانه، واحد يقدر يطبع كتاب وينشر دين الحسين صلوات الله عليه يفعل هذا، واحد يقدر يأسس حسينية يفعل هذا، واحد يقدر يربي أولاده وبناته على حب الحسين صلوات الله عليه يعمل هذا العمل. كل يخدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقدره. عسى أن نكون مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا وننال شفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات.